وما بقتش عارف مين بيضرب في مين، اشي طاير في الهوا واشي مرمي على الارض. ده انا لقيت واحد ماشي ومعاه يعني كبشه ودان. هي انت حلقت شنبك ولا ايه؟ المهم السرير فين يا حسين؟ لسه موجود عند المعلم عظمة الجزار. وليه ما حاولتش تجيبه منه؟ ازاي بس؟ وواحد اشترى سرير عشان يتجوز عليه، اروح ليوم فرحه اقومه من عليه هو ومراته واقول له ادهولي؟ اسمع حسين، محدش عارف يجيب الفلوس دي غيري، ازاي هجيبها وانت محبوس؟ ما علشان كده لازم اطلع من السجن. هتطلع ازاي وانت عليك حكم 10 سنين؟ ممكن لو بدلنا مكانها. مش فاهم يعني تبقى انت شريف وانا حسين. برضو مش فاهم يعني تسجن بدالي وانا اخرج اجيب الفلوس. نعم السجن بدالك؟ انا لا يمكن افرط في حريتي ابدا. يعني حريتك كم يوم؟ ما تساويش نص مليون جنيه ولا كنوز الارض الا 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 الا, إلا, إلا الحريه. ما تبقاش غاب يا حسين، دول نص مليون جنيه. مش 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 يمكن اكتشف ونروح في داهيه؟ محدش هيقدر يفرق بيننا وانت عارف كده كويس. الفرق اللي بيننا كان الشنب، وادينا حلقته. يلا 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 ما بقى شويه. بدلة السجن مش لايقه عليا. شريف انا عايز النضاره عشان انا ما بعرفش اشوف من غيرها. وانا كمان مش عارف اشوف بيا كويس وانا لابسها، بس لو فضلت معاك هننكشف. الزياره انتهت. طيب يا شريف هبقى اشوفك بعدين، مش عايز اي حاجه؟ ما 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 تتأخرش عليا. اتحرك قدامي يا مسجون. اتحرك اروح فين؟ الاوبرج. فاين اي لايك ات. في اوبرج هنا؟ انت هتهزر معايا؟ اتفضل قدامي. اتفضل اتفضل حضرتك قدامي. اتفضل. يا شاويش يا شاويش انجر. فين تصريح الزيارة؟ تفتح اخويا. سوري حضرتك مودينا على فين؟ على الفيلا اللي انت نازل فيها. ما تتحرك يا بني ادم. اتحرك اروح فين؟ على النمره اللي بتتخمد عليها. هو انا هتخمد على نمره؟ ان ما كانش عاجبك نحجز لك في فندق. فكره كويسه، انا مستعد ادفع. انت مش هتبطل لما ده
يا شاويش يا جماعه يا جماعه، هو 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 راح فين؟ طب ما حدش فاهم عينك. Good morning. I am awfully sorry. انت بتقول ايه؟ I want to tell you that I'm very glad to see you. لا الله. لا 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 انا عايز اشهد حضراتكم على كل اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لا يا جماعه، لا لا لا، انا هبلغ الامم المتحده بصراحه. هو ايه اللي جرى له؟ ماله بخيخ كده يا دنقل؟ ده بيستعبط ويتمسكن لما الآلة ايد واحده. ده اكيد مش هيفوتها يا دنقل، وهيستفرد بينا واحد واحد. طب بس يورينا جدعنته. سألته؟ سألت مين؟ اخوك؟ ها قالك ايه؟ اللي اذا كان مساله في بتاع المنشمن اللي عاش كده فتقول في من انا في ولا على طول. انا مش فاهم حاجه. اصل هو لما جه كمان فانا ما اقدرش اقول له، لان في فقلت له لا انا ما عارف يعني كده على طول ما بين هنا يوم الاربعاء. ده رأي حسين، انت نسيت تساله على اللي اتفقنا عليه؟ واحنا اتفقنا عليه؟ لا انت الظاهر زيارتك لاخوك تعبت اعصابك. الشريف ما قالكش على مكان الفلوس؟ ما قاليش. حسين حسين ازيك يا حسين؟ اهلا هلباوي بيه. انت جاي العصر بيه ولا ايه؟ لا انا كنت مر من هنا بالصدفه والصدفه لقيتك خارج من الفيلا. تعال انا عايز اتكلم معاك. اللي يخليك تعمل علاقة براجل زي ده؟ ده تعبان عايز ياكلك ويلهف منك النص مليون جنيه. وعكون قلت له على المكان اللي شريف مخبي فيه الفلوس. هو 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 انا عبيط؟ انت اصلك طيب يا حسين، علشان كده عايزك تكون حريص في التعامل معاه وما تثقش الا فيا. انا فضلت طول عمري مصدر ثقة شريف اخوك، ويسعدني اني اكون مصدر ثقتك. هو شريف مخبي الفلوس فين؟ مرضيش يقول الحقيقة. وده معقول؟ انت لازم تنصحه، لازم تعرف هو مخبي الفلوس فين. ايوه لازم تستثمرهم في مشاريع علشان لما يخرج من السجن يلاقي النص مليون بقوا 10 مليون. بس انا ما بفهمش في الاستثمار الحين. سيبها عليا، سلمني انت بس الفلوس وشوفني هعمل لك فيها ايه. يا سلام يا سلام، انا ما شفتش ما شفتش انسان في اخلاصك. اعمل ايه؟ نقطة الضعف اللي فيا اني بحب اخوك. بس اوعى تجيب سيرة العاصمة على اتفاقنا ده. عيب عيب يا راجل، وانا عيل. بقول لك ايه يا سمعة؟ الله حلوة قوي سمعة دي، اصل اخوك كان دايما يسميني سمعة. اه ما احنا خلاص بقينا اصحاب بقى. طبعا طبعا. معكش 500 جنيه سلف؟ اصل اخويا شريف قال لي لما تحتاج حاجة ميل على اخوك سمعة وخدهم منه. شريف اللي قالك كده؟ طبعا طبعا حبيبي شريف. اتفضل. شكرا يا سمعة، شكرا قوي قوي. السلام عليكم. حسين؟ اهلا يا حسين اتفضل. انا زعلانه منك، لا سالت عليا ولا طمنتني على اخبارك. انا كنت فاكراك انك هتراعيني في غياب اخوك. اخويا بسلم عليك. انت زرته؟ وزعلان منك عشان بقالك مده ما بتزورهوش. ده انا اللي زعلانه منه. زعلانه منه ليه؟ تصور الانسان الوحيد اللي حبيته واديته قلبي وحبي ما يثقش فيا وما يقوليش على مكان الفلوس. مع انه مش هيلاقي اخلص منك في حب. انا مصدومة في حبي ليه، انا محطمة، انا وحيدة. الانسان الوحيد اللي حبيته فرقت بينا القضبان. حسين انا محتاجة لك، محتاجة لك تمسح دمعتي وتدبي جراحي. حسين
انت اقوى من سنجام وانت اروع من سراج.